أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية وهذا نظير التزامها لصالح السلم في مالي. وقال الأمين العام الأممي في الفقرة 83 لآخر تقرير له حول مالي المقدم إلى مجلس الأمن أشيد بالجزائر بصفتها رئيسة الوساطة نظير التزامها لصالح السلم في مالي وارحب بنتائج اخر دوره للجنه متابعه الاتفاق